يلا بينا بقى نعمل deployment للإكستشينج أورجانيزيشن بتاعتنا. أنا السيناريو اللي هشتغل بيه دلوقتي، أنا هشتغل سنجل سيرفر، هيبقى سيرفر واحد عليه الاتنين رول، عليه الكاس رول وعليه الميل بوكس، يعني ستاند الون سيرفر. الاستورج بتاعتي في السيرفر هتكون بنظام الداس. حابب اشرح جزئيه قبل ما نبتدي نتكلم على السوفت وير ريكويرمنتس، نبتدي ننزل السوفت وير. حضرتك فعلا لما بتجيب سيرفر وتكون الاستورج بتاعتك هتبقى بنظام الداس والسيرفر ده هيبقى اكستشينج سيرفر، بنريكومند ان السيرفر ده يكون فيه 5 هارد ديسك. الرسم بالماوس صعب جدا. الخمسة هارد ديسك دولت، انا هاخد اول اتنين هارد ديسك بعملهم ريد وان ميرور وانزل عليهم الاوبريتنج سيستم، واخد التلاتة هارد ديسك اللي بعد كده اعملهم ريد فايف، وده اللي بحط عليه الداتابيز بتاعت الاكستشينج، الداتابيز فايل، بحيث ان انا اكون مأمن الفايلز بتاعت الاكستشينج. الاوبريتنج سيستم متأمن عن طريق ريد وان، يعني لو في حالة ان هارد ديسك اتحرق انا الاوبريتنج سيستم بتاعي موجود بكل الفايلز، والداتابيز بتاعت الاكستشينج موجودة، حتى لو هارد ديسك اتحرق انا اقدر بمعلومية الهاردين التانيين اجيب الداتا اللي على الهارد اللي اتحرق. لو ما عندكش الامكانية دي فاوريدي على الاقل تجيب 3 هارد ديسك تعملهم ريد 5، وبعد كده تقسمهم 2 بارتيشن، وبارتيشن تنزل عليه الويندوز والتاني تحط عليه الداتابيس بتاعت الاكستشينج. لو عندك سان ستورج يبقى في الحاله دي السيرفر بتاعك عليه 2 هارد ديسك بس، تعملهم ريد 1 وتنزل عليه الاوبريتنج سيستم، والداتابيس بتاعتك هتبقى موجوده على لان في السان ستورج اللي عندك. انا فعلا هعمل الموضوع ده كده، بس طبعا انا هعمله من على مستوى الاوبريتنج سيستم، بس انت لازم تعمله من على مستوى الهاردوير. ازاي؟ حضرتك لما بتيجي تشغل السيرفر زي ما بتدوس F2 او تدوس ديليت عشان تخش على البايوز، انت في مرحلة بتدوس كنترول R بيدخلك على الريد كونفيجريشن، تبتدي ان انت كريت اري وتبتدي تخلي الهارد ديسكس او الفيزيكال ديسكس ممبر جوه الاري دي، وبعد كده تحدد نوع الاري. فاوريدي لما بتعمل انت الكونفيجريشن للريد من على مستوى الهاردوير، الاوبريتنج سيستم لما بيجي ينزل بيشوف الناتج بتاع الريد وبيتعامل معاه على اساس ان هو هارد ديسك. يعني انت لو دخلت عملت الكونفيجريشن بتاعت الاتنين هارد ديسك دول، نفترض ان كل هارد ديسك مساحته 100 جيجا، فاوريدي لما اعمل لهم ريد 1 الناتج اللي هيطلع هارد ديسك مساحته 100 جيجا، لان الريد 1 عباره عن ميرور بياخد هارد باك اب لهارد. الويندوز لما يجي ينزل هيشوف هارد ديسك مساحته 100 جيجا، لكن هما في الحقيقه عباره عن هاردين ديسك في ما بينهم ريد 1 كونفيجريشن. كذلك ينطبق على الريد 5، ان انت لما يبقى عندك 3 هارد ديسك الهارد ديسك مساحته 100 جيجا واعملهم ريد 5، الناتج هيطلع مجموع هاردين، يعني انا الناتج هيكون هارد ديسك مساحته 200 جيجا، لكن في الحقيقه هما 3 هارد ديسك كل واحد فيهم 100 جيجا. كونفيجريشن الريد على مستوى الهاردوير احسن بكتير من ان انت تعمل كونفيجريشن للريد على مستوى الويندوز. عندنا حاجات تانية كتير تقدر تستغنى عن الريد كونفيجريشن وتكاري الستوريج بول بتاعتك، وبرضه بيقدر ان هو يحمي الداتا عن طريق مجموعة من الهارد ديسك بتعمل ستوريج بول، ومن الستوريج بول بتبتدي تكاري ستوريج سبيس. هي فكرة الريد بالظبط، بس مايكروسوفت حاطة التاتش بتاعها، يعني هي عاملة الستوريج بول دي عشان تريحك من موضوع الريد كونفيجريشن والجو ده. وياريت الناس اللي مش عارفة الجزئية دي تروح تراجع الكورس بتاع مايكروسوفت ناس اند سان ستوريج، هتلاقوه موجود على التشانل بتاعتنا على اديورز وعلى فري فور عرب. لو روحنا نشوف السيرفر بتاعنا هلاقي فعلا انا عامل فيرجوال ماشين 8 جيجا رام، واحد بروسيسور، حاطط فيها 5 هارد ديسك، هعمل لهم اونلاين، وممكن نكريت ستورج بول هتكون اسرع بكتير من الكونفيجريشن بتاعت الريد. وانا شارح الموضوع ده بالتفصيل في كورس مايكروسوفت ناس اند سان ستورج.
هنبتدي نكريت ستورج بول هسميها اكسشينج داتا بيز. هسلكت كل الهارد ديسكس دي كرييت، هبتدي كرييت فيرجوال هارد ديسك. هشتغل بنظام البيرتي، هخليه فيكسد عشان اخد السايز كله. كرييت، هبتدي كرييت فوليوم، لو رحت كده على ماي كمبيوتر هلاقي عندي بارتيشن مساحته 231 جيجا، بس هو في الحقيقة 5 هارد ديسك كل واحد فيهم 60 جيجا. يلا بينا بقى نعمل انستول للسوفت وير ريكويرمنتس بتاعتنا عشان نبتدي ان احنا نعمل ديبلويمنت للاكستشينج. اول حاجه هعمل لها انستول وهي الريموت سيرفر ادمنستريشن تولز فور اكتيف دايركتوري، ودي نقدر نعمل لها انستول عن طريق الباور شيل. هنروح على السيرفر بتاعنا، هنفتح الباور شيل بس ران از ادمنستريتور، هنروح الامر بتاعنا انستول داش ويندوز فيتشر ار اس اي تي داش اي دي دي اس، عمل انستول. هنروح بعد كده ننزل بقيه البري ريكويزيتس بتاعتنا. احنا قلنا السيناريو بتاعنا هيكون ستاند الون سيرفر، فانا هنزل البري ريكويزيتس الخاصه بالكاس والميل بوكس عن طريق الباور شيل برضو. هنبتدي نروح للباور شيل وننساش ران از ادمنستريتور، هنبتدي نعمل كوبي بيست الامر بتاعنا، ابتدى ينستول الفيتشرز. وطبعا حضرتك نفترض معاكش السلايدز دي، تقدر تيجي في اي وقت على موقع جوجل وتكتب انستول اكستشينج 2013 اون. لو هتعمل له انستول على ويندوز سيرفر 2012 هتكتب ويندوز سيرفر 2012، لو هتعمل له انستول على ويندوز سيرفر 2008 او R2 هتكتب 2008 2008 R2. ليه؟ لان كل واحد من دول ليه فيتشرز معينه. هتدوس انتر، هنخش على موقع التك نت الخاص بمايكروسوفت، هيبتدي يقول لك هنا ده الامر اللي احنا عملنا بيه انستول للريموت سيرفر ادمنستريشن تول اكتيف دايركتوري دومين سيرفيس. قال لك على الويندوز سيرفر 2012 R2 2012 هتكتب الامر ده في الباور شيل، اما ال 2008 R2 سيرفيس باك 1 هتكتب الامر ده. هيبتدي يقول لك على البري ريكويزيتس، لو السيرفر ده ميل بوكس او كاس هتكتب ادي الباور شيل كود بتاعك عشان تعمل انستول الفيتشرز، لو ايج لو 2008 R2 سيرفيس باك 1 اوكي كده الموضوع مش صعب. طيب نروح للسيرفر بتاعنا، السيرفر بتاعنا خلاص خلص، محتاج ان هو يعمل ريستارت عشان يقدر ان هو ياكتف الفيتشرز دي. وبعد ما السيرفر خلص عمليه الريستارت هنبتدي ننزل بقيه السوفت وير ريكويرمنتس بتاعتنا. عندي المايكروسوفت يونيفايد كوميونيكيشن مانجد اي بي اي، انا حاطط لكم الداونلود لينك في البرزنتيشن،
تقدر تعمل داونلود لليونيفايد كوميونيكيشن مانجد اي بي اي 4، المايكروسوفت اوفيس 2010 فلتر باك سيرفيس باك 1، والمايكروسوفت اوفيس 2013 فلتر باك، تقدر تعمل لهم داونلود. انا سايب لكم اللينك موجود. طيب هنروح نعمل سيت اب. بعد ما السيرفر بتاعنا خلص فينيش، هنعمل سيت اب للفلتر باك. وبكده نكون انتهينا من عملية الـ Install Software Requirements. تقدر تيجي بعد كده على مكان الـ Extension Source بتاعك وتعمل Setup للـ Extension على طول، بس لازم تكون عارف ان في مرحلة احنا لسه ما عملناهاش، لسه ما عملناش Active Directory Prepare ولا لسه ما عملناش Schema Prepare. واحنا عرفنا الـ Active Directory Prepare والـ Schema Prepare ان انا بخش جوه الدومين اعرف ان في Exchange Server جوه الفورست عن طريق ان هو بيحط الـ Configuration Settings جوه الـ Configuration Partition، وبيروح يحط الاتريبيوتس بتاعته جوه السكيما بارتيشن، وبيخش جوه الدومين بارتيشن يكريت او يو ويكريت سكيورتي جروب، اللي بقدر من خلال السكيورتي جروب دي احدد البريفليج بتاعت اليوزر على مستوى الادمنستريشن للاكستشينج سيرفر. هنشوف كل الكلام ده بالتفصيل قدام، بس انا حابب ان احنا نعمل البريبير للاكتيف دايركتوري والسكيما مانيوال ونشوف الفروقات. يعني نروح للدومين الاول، هروح على Tools ADSI Edit، نبص كده جوه Configuration Partition جوه Surface، ما عنديش أي حاجة خاصة بالExchange. نروح كده على Domain Partition، ما عنديش أي حاجة خاصة بالExchange، وكمان مش هلاقي اي اتريبيوتس خاصة بالاكستشينج هنا خالص. طيب تعالوا نروح نعمل بريبير للاكتيف دايركتوري وللسكيما، وبعد كده نرجع نبص على الدايركتوري سيرفيس تاني. هروح على الباور شيل ران از ادمنستريتور، هروح على المكان اللي فيه السورس بتاع الاكستشينج. انا عندي الاكستشينج عباره عن ايزو فايل حاطه في السيدي روم، فهو على الدي داير مظبوط. عندي الفايل اللي هو setup.exe، هنروح نكتب الامر بتاعنا .backslash setup.exe، معناها الملف اللي اسمه setup.exe في الباص اللي انا واقف فيه دلوقتي، مسافه سلاش بريبير اكتيف دايركتوري، انا عايز اعمل بريبير اكتيف دايركتوري. اعرف الاورجانيزيشن نيم بتاعتي اسمها ايديورز، انا بعمل اكسبت لللايسنس عن طريق بقول له اي اكسبت اكستشينج سيرفر لايسنس تير، هدوس انتر. خلص عمليه الاكتيف دايركتري بريبير، قال لي هنا كومبليتد. هنبتدي نعمل بريبير للسكيما عن طريق برضو الامر دوت باك سلاش سيت اب دوت اي اكس اي، معناها الباص اللي انا واقف فيه دلوقتي اللي هو الدي، في فايل في الباص ده اسمه سيت اب دوت اي اكس اي، اعمل له ران بالبريميتر اللي اسمه بريبير سكيما وباكسبت المايكروسوفت لايسنس. ابتدى يعمل بريبير للسكيما بارتيشن. بعد ما خلص عمليه بريبير للسكيما، تعالوا كده نروح للاكتيف دايركتوري، نعمل ريفريش،
نروح مثلا على الكونفيجريشن بارتيشن على سيرفيس، لقيت عندي هنا مايكروسوفت اكستشينج اوتو ديسكفري، وفي مايكروسوفت اكستشينج، ادي الكونفيجريشن بتاعت الاكستشينج سيرفر. لو رحنا على الدومين بارتيشن هلاقي عندي اويو وعندي كونتينر. الاويو اسمها مايكروسوفت اكستشينج سيكيورتي جروب، وجواها مجموعه من الجروب. تعالوا نروح نشوفها بطريقه احسن عشان الناس ما تتوهش مني. اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، زي ما احنا شايفين هنا اويو اسمها مايكروسوفت اكستشينج سيكيورتي جروب. ولو قلت له فيو ادفانسد فيتشرز هلاقي عندي الكونتينر اللي اسمه مايكروسوفت اكستشينج سيستم اوبجكت، ادي الجروب وادي الجروب، ودي الجروب اللي كنت بقول لكم عليها اللي بقدر من خلالها احدد البريفليج اللي على الاكستشينج سيرفر. هنتكلم على الجزئيه دي بالتفصيل قدام شويه. لو رحنا على السكيما زي ما احنا شايفين ادي الاتريبيوتس الخاصه بالاكستشينج، اوكي كده. يبقى احنا فهمنا يعني ايه بريبير للاكتيف دايركتوري وبريبير للسكيما، وده هيخلينا نفهم نقطه مهمه جدا قدام. تخيل معايا ان السيرفر ده وقع لاي سبب، ما حصل مشكله في الهاردوير والسيرفر ده حصلت فيه مشكله ووقع، الاوبريتنج سيستم حصل فيه مشكله فيروس ووقع، يا ترى كده الاكستشينج بتاعك راح؟ هقول لك لا، احنا عندنا طريقه سيت اب للاكستشينج اسمها ريكفري مود. انا اقدر اجيب كل الداتا اللي موجوده على الدومين دي، وبما ان الداتا بيز موجود على بارتيشن تاني يقدر ان هو الاكستشينج يرجع بالظبط زي ما كان بنفس السيتنجز. يمكن دي حاجه ادفانسد هتشوفوها قدام وهنعملها لاب عملي. خلينا نروح نعمل سيت اب للاكستشينج دلوقتي. محتاج تطلع تشوف اخر ابديت للاكستشينج سيرفر؟ لا مش شكرا، نيكست. بيعمل عمليه كوبينج الفايلز، انترودكشن، نيكست، هاكسبت لايسنس، نيكست. عايز الاكستشينج سيرفر بتاعك يبعت ريبورت لمايكروسوفت تيم ويقول لهم الفيدباك والمشاكل اللي عندك؟ لا، نيكست. ايه الرول اللي هيلعبها السيرفر ده؟ السيرفر ده يلعب ميل بوكس رول وكلاينت اكسس رول كاس، اوتوماتيك المانجمنت تولز هتنزل معاهم، واوتوماتيك لو محتاج اي رولز او فيتشرز هيعمل لها انستول، نيكست. الاكستشينج سيرفر هيعمل سيت اب في الباص ده، نيكست. ابتدى يسالك هنا على الميلوير بروتكشن سيتنجز، عايز تعمل ديسيبل للميلوير بروتكشن سيتنجز ولا لا؟ طب هي ايه الميلوير بروتكشن سيتنجز؟ هو عباره عن انتي فيروس، بس مش انتي فيروس زي الانتي فيروس بتاع الجهاز عندنا، لا هو عباره عن انتي فيروس بيقدر ان هو يسكان الداتا بيز بتاعت الاكستشينج، ويقدر يسكان الميل بوكسز بتاعت اليوزر اللي جواها، بحيث ان لو في اي ميلز جوه ميل بوكس بتاعت يوزر بتحتوي على فيروس، بتحتوي على وورم، بتحتوي على اي سباي وير بروجرام، بيقدر ان هو يعمل لها ديليت. الاكستشينج سيرفر 2013 بيحتوي على ميل وير بروتكشن سيتنجز، انت عايز تفعل الخاصيه دي ولا لا؟ تقدر تجيب اي ثيرد بارتي زي كاسبر انت سبام على سبيل المثال، وتعمل ديسيبل للميلوير بروتكشن سيتنجز وتشتغل من على مستوى الثيرد بارتي بتاعتك. ولو ما عندكش تقدر ان انت تفعل الخاصيه دي بعد عمليه الانستول زي ما هنشوف قدام. انا هديسيبل، نيكست. هبتدي يعمل كونفيجر للبريكويزيتس، وابتدي يعمل بريكويزيتس اناليسيز زي ما احنا شايفين بيعمل configuring prerequisites. وابتدى يعمل prerequisite analysis.
جاهز تول كده الدنيا عندنا تمام. لو ما كناش عملنا بريبير للاكتيف دايركتوري كان هيديك وورنينج وكان هو هيعمل البريبير للاكتيف دايركتوري والبريبير للسكيب. طبعا هيمر ب 14 مرحلة، هنستنى لحد ما يخلص. وبعد ما الاكستشينج سيرفر خلص عملية السيت اب تقدر تقول له لانش اكستشينج ادمنستريشن سنتر افتر فينيشينج اكستشينج سيت اب، بمعنى ان هو هيعمل لك ستارت للادمنستريشن سنتر عشان تمانج الاكستشينج بتاعك. اوكي فينيش. اول حاجة لازم تعرفها ان عملية المانج للاكستشينج سيرفر عن طريق حاجة من اتنين دلوقتي، يعني عن طريق الادمنستريشن سنتر وهو عبارة عن ويب ابليكيشن زي ما احنا هنشوف، يا الا المانجمنت شيل اللي هو الباور شيل. خلاص ما بقاش فيه عملية الكونسول، محتاج ان احنا نعمل ريفريش، نعمل لوجن باكونت الادمنستريتور لان هو اوريدي ما عندناش غيره لحد دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده هو ده الادمنستريشن كونسول، هنتعرف عليه بالتفصيل قدام. هنروح بعد كده على السيرفر مانجر، نروح على جزئيه السيرفيس، نبص على السيرفيس بتاعت الاكستشينج. زي ما احنا شايفين كده تمام كله راننج. هنروح على الباص بتاع الاكستشينج سيرفر، بروجرام فايلز مايكروسوفت اكستشينج سيرفر فيرجن 15، ادي الفايلز. لو رحنا مثلا على سبيل المثال ميل بوكس، دي الديفولت ميل بوكس داتابيز، هنتكلم على كل الكلام ده بالتفصيل قدام. بس احنا دلوقتي بنعمل تشيك نشوف الاكستشينج سيرفر عمل عملية الانستليشن بنجاح. هنروح على السيرش ونكتب اكستشينج عشان نجيب الاكستشينج مانجمنت شيل. عايزين نشوف الاكستشينج اللي موجود عندنا في الفورست، فهشوف بامر جيت اكستشينج سيرفر، قال لي عندنا اكستشينج سيرفر واحد اسمه EX-01 موجود في السايت اللي اسمه abc.local. هو الرول بتاعته ميل بوكس وكاس، بس طبعا عشان السايز مش باينه. الاديشن هو ستاندر، ايه الادمن ديسبلاي فيرجن هو فيرجن 15. طب لو عايز اجيب انفورميشن اكتر من كده عن الاكستشينج سيرفر بتاعي هقول له نفس الامر جيت داش اكستشينج سيرفر مسافه بيب اللي هي شيفت زال مسافه اف ال انتر، جاب لنا كل الانفورميشن بتاعت الاكستشينج سيرفر. ادي الباص بتاع الميل بوكس، الدومين، الاديشن، الرول ميل بوكس وكاس، السايت في الديفولت فايل سايت نيم. كل الانفورميشن اللي هتخطر على بالك هتلاقيها موجوده هنا. واحنا هنتكلم على المانجمنت شيل بالتفصيل في الموديول الخاص بعمليه المانجمنت للاكستشينج سيرفر. بس بكده هنكون انتهينا من الفيديو الاول. تابعونا على www.facebook/idiors، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.